السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم محمد في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هو هذا التلفاز. هذا التلفاز من نوع جولد فيزيو، هو تلفاز ليد 32 بوصة. مشكل هذا التلفاز عالق على اللمبة الحمراء ولا يستجيب للريموت كنترول ولا للأزرار، فقط لمبة حمراء. سوف أقوم بفتح هذا التلفاز وأشارككم عطل هذا التلفاز ونحاول إصلاحه مع بعضنا إن شاء الله، فتابعوا معي. وأود أن أتقدم بالترحيب، أرحب بالناس المشتركون يعني الجدد في القناة، أقول لهم مرحبا بكم. والآن كما ترون هذا هو شكل الجهاز من الداخل. فأول شيء علينا فعله في مثل هذه الأعطال وبالخصوص في الأجهزة التلفزيون الصينية، نقوم بالقياس الفولتية على اللوحة الأم أو الكنترول أو الكارت مير. سوف نقوم بقياس الفولتيات عليها. مثلا هنا ريجيلاتور وهنا ريجيلاتور، سوف نقوم بالقياس الفولتية عليها. فبعض الأحيان يعني يكون خلل في تلك الريجيلاتور، يعني لا تخرج كهرباء جيدة أو بها خلل، نقوم بالقياس. فهذه الاثنين ريجيلاتور 3 فولت، لأن يكون مكتوب عليها لا أعلم إن كانت مبينة، يكون مبين عليها القيمة التي تخرج، فهي تدخل 5 فولت ومن ثم تحولها إلى 3 فولت. سوف نقوم بالقياس الفولتية عليها. هنا 3 فولت هي موجودة، هنا أيضا 3 فولت، فهي تدخل كما قلت 5 فولت. هي 5 فولت ثم تحولها إلى 3 فولت كما ترون. الفولتية الآن موجودة، فعلينا قياس أيضا الفولتية التي على الفلاش الفلاشة. نقوم بالقياس الفولتية عليها. كما ترون 3 فولت هي موجودة. الملتيميتر عندي أصدقائي لقد انتهت البطارية لديها، فهي بعض الأحيان تعطيني يعني قراءة غير صحيحة. كما ترون هنا الفولتية موجودة على الفلاشة. هذا المشكل قد يكون من السوفتوير، يكون السوفتوير يعني به خلل. سوف أحاول أن أبحث عن سوفتوير هذا الجهاز في الانترنت ومن ثم أقوم بإدخاله في الفلاشة ونرى النتيجة. هذا المشكل لدي احتمالا إما البروسيسور به عيب أو مشكل السوفتوير. سوف أقوم بتعبئة هذه الفلاشة بالفلاش المناسب أو الدامب المناسب للجهاز ونرى النتيجة، فتابعوا معي أصدقائي. والآن نأخذ محرك البحث جوجل ثم نكتب اسم التلفاز وموديل التلفاز، ثم نبحث عن دامب هذا التلفاز. وكما ترون يعطيني يحولني إلى هذا المنتديات التي بها الدامب. ففي غالب يعني أجد الدامبات في هذا المنتدى، منتدى أمواسات. أخذ الدامب كما ترون، ها هو الدامب، هو موضوع هنا. وبعض الإخوة جزاهم الله خيرا يعني يعطيك الدامب مرفق بالصور
كما ترون يعني صور البطاقة الأم، يعطوك يعني تفاصيل التلفاز جزاهم الله خيرا. كما ترون هذا التلفاز فهو مماثل للتلفاز الذي عندي، فهو مماثل له تماما. فنقوم بتحميل الدامب. انا لقد حملته مسبقا، والان سوف ناخذ البرنامج بوستال. هذا البرنامج ثم نضغط على هذه الخاصيه فيرسيو، ثم نضغط على اوبن، ثم نختار الدامب الذي حصلنا عليه من الانترنت. ها هو. ثم نقوم بالضغط على هذه الخاصية ورايت. ننتظر لحين يعني تحميل الدامب على الفلاشة. كما ترون الآن الفلاشة الآن تعبأ بالدامب، هي الآن لقد دخلت في التحميل على الفلاشة. ننتظر لحين اكتمال البرنامج، ثم نأخذ الفلاشة ونركبها في التلفاز ونرى النتيجة. والآن سوف أقوم بتركيب الفلاشة مكانها. جيد، الآن لقد ثبتت مكانها. الآن سوف أقوم بتمرير الجهاز بالكهرباء ونرى النتيجة، تابعوا معي. والآن نقوم بالتجريب، نضغط على زر التشغيل من الريموت. كما ترون لقد تحولت اللمبة الأمامية إلى أخضر. هو الآن التلفاز لقد اشتعل. هو يستجيب للريموت، لقد اشتغل بشكل عادي. وكما ترون هذا التلفاز كان المشكل لديه في السوفتوير. والآن نأتي إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يعجبكم ويفيدكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر وموضوع آخر. مع السلامة.